السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هنبتدي النهارده الوصفه بوصفه الحلويات اللي عندنا والحلويات اللي عندنا لذيذه جدا. هنستعمل فيها بسكوت سافويار، ولو السافويار مش موجود او مش هتشتروه، مش موجود حواليكم، ممكن تعملوا الوصفه اللي احنا عملناها هنا في سي بي سي سفرة، وصفة ناجحة جدا جدا جدا. بس اكتبوا غدا التلي بسكوت السافويار، بتطلع حلوة جدا. فدلوقتي هنعمل مع بعض الوصفة بتاعتنا، سهلة قوي وبيطلع طعمها حلو جدا. وهي علشان نعملها عايزين بسكوت سافويار، عايزين 500 جرام شوكولاتة، 2 علبة قشطة، 2 كوب كريمة مخفوقة، 1 علبة فواكه مشكلة، وكروكان بندق، وشوكولاتة مبشورة للوجه، وكريمة مخفوقة برضو للتزيين وفقط لا غير. طيب هنعمل ايه؟ هنا عندنا الكريمة المخفوقة اللي عندنا اهي، هناخدها كده. احنا خفقناها طبعا، بس لان خفقناها وحطيناها في طبق فهنرجعها تاني بس هنا علشان نكمل بقية الشغل. دي كريمة مخفوقة، كريمة حلويات من غير اي حاجة. هنحط معاها علبتين القشطة، وهنخفق الكلام ده شوية. عندنا بقى هنا شايفين اهي قوامها حلو قوي. عندنا هنا الشوكولاتة بتاعتنا، هي سايحة بس مش سخنة قوي، يعني انا حطيتها دلوقتي على نار هادية بس علشان تفضل يعني ماسكة قوامها ما تجمدش. هنحطها كده هنا وهنبتدي نخفق تاني، وكده هنبقى احنا خلصنا الحشوة بتاعت الوصفة بتاعتنا. ممتازة، شوفوا شايفين الجمال، قوام قشطتي كده وجميل. هناخد دلوقتي الصينية اللي هنعمل فيها، ممكن في صينية، ممكن تحطوها نايمة كده في بايركس، يعني زي ما انتوا عايزين. وهناخد كيس الحلواني البايبنج باج اللي عندنا، اللي دايما بيغلبني على ما اعرف افتحه، وهنبتدي بقى نحط فيها الشوكولاته بتاعتنا. قوام رائع يا جماعه، بينفع تغطوا بيه كيكه، حلو قوي، شايفين متماسك ازاي وجميل. ناخد بقى كل الكريمة بتاعتنا دي ونحطها هنا. شوفوا شوفوا القوام، شوفوا شوفوا، ممتاز. هناخده نحطه هنا بس عشان ده تسهيل ان احنا نوزعها في الصينية بتاعتنا. نكمل كمان شوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد، خليني اجيب جلافز،
هناخد بسكوت السافويار اللي عندنا ده وهنبتدي نحطه في، مش هحط له يعني، انتوا ممكن لو عايزين مثلا تسقوه في قهوه تشربوه قهوه، تشربوه لبن وكاكاو زي ما انتوا عايزين، بس انا مش هحط له حاجه لانه هو يعني كده كده هيطرى من طعم من القوام يعني من اللي احنا هنحطه ده، فمش يعني خليه كده فيه قرشه بيطلع طعمه حلو، بس طبعا لو انتوا حابين يعني تشربوه حاجة مش غلط. هناخد بقى البسكوت اللي عندنا ونحطه كده كله هنا. خلينا الاول نحط شوية تحت من البسكوت ده هنا كده علشان يسهل لنا ان احنا نحط بقية البسكوت في الاطراف. نجيب بقى دول نحطهم كده هنا. هو لازم نحط شوية شوكولاتة عشان ده يمسك. خلينا نحط بقى شوية كريمة كده هنا علشان نمسك الدنيا قبل ما تقع مننا تاني. شوفوا كده، نحط كده شوية هنا فيمسكوا لنا الكلام ده ما يقعش بقى مننا اهي، شايفين كده. نكمل بقى نحط لهم شوية كريمة دول كمان عشان يتسندوا. طيب خليني انا اكمل رص البسكوت ده ونطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نطبقه مع بعض ونعمل وصفتنا التانية للنهاردة. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا رصيت البسكوت داير الميدور الصينيه زي ما اتفقنا، ودلوقتي هنكمل مع بعض بقيه الوصفه. هناخد بقى دلوقتي الشوكولاته اللي عندنا دي وهنبتدي نحطها كده هنا، نغطي بيها كل القاع بتاع الصينيه بتاعتنا. تمام كده. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد شوية من الكروكان اللي عندنا ده ونحطه كده هنا. هناخد تاني بسكوت سافويار ونحطه كده. طبعا الكروكان ده علشان نعمله احنا بناخد الكوباية تقريبا سكر على كوباية بندق او اي نوع فاكهة احنا عايزينها، وبنحطها على النار لغاية ما يبقى لون
السكر والمكسرات اللي عندنا اللون الذهبي ده الجميل اللي انتوا شايفينه. بسيبها بس لغاية ما تبرد، بفردها الاول على يا اما فويل مدهون بالزيت يا اما رخامة مدهونة بالزيت، واول ما بتبرد بشيلها، بتبقى لوحة واحدة كده بشيلها وبكسر، بحطها في كيس مثلا وبكسرها بالقوام اللي احنا عايزينه. هنحط بقى دلوقتي تاني من الكريمة اللي عندنا، ونحط تاني كروكان، وعلى الوش هنحط بقى الفواكه بتاعتنا. الطعم بيطلع فخم يعني، بجد طعمها بيطلع فاخر. كده اخدتها كلها. نبتدي بقى تاني نحط من الشوكولاتة. خلينا بس نفردها شوية كده. طعمها جميل جدا يا جماعة، لازم تجربوها. وفي الصيف بقى كده بتبقى كمان باردة كده جميلة. هناخد بقى دلوقتي الكريمة اللي عندنا، ونبتدي نحط كده كريمة حوالين البسكوت من جوه. وهناخد الفاكهة اللي عندنا ونحطها في النص. بهذا الشكل، فكروكان بقى وفاكهة وشوكولاتة وكريمة وبسكوت سافويار، يعني خلطة كده جميلة جدا مع بعضها. دي بقى هاخدها احطها في، هي اوريدي الخليط عندنا كويس متماسك، بس طبعا يفضل ان احنا نحطها في التلاجة علشان تتماسك. فهنحطها دلوقتي في التلاجة ونطلع لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفتنا التانية للنهاردة، وهي طاجن اللحمة بالخضار او طاجن الخضار باللحم. الوصفة دي بتقدروا تختاروا الخضار اللي انتوا عايزينه. انا النهاردة هنعملها بالتنجان ونص كيلو لحمة مسلوقة، وعايزين مرقة طبعا سلق اللحمة. عندنا بتنجان، بطاطس، جزر، وعندنا واحد بصلة كبيرة، اربع فصوص ثوم، اتنين طماطم مبشورة، اتنين معلقة كبيرة صلصة طماطم، واحد معلقة كبيرة دبس الرمان، اتنين معلقة كبيرة بقدونس، زيت لقلي الخضار، وملح وفلفل وبهارات. طيب احنا عندنا هنا اللحمة مسلوقة وعندنا الشوربة بتاعتها. هناخد بقى دلوقتي كل الخضار اللي عندنا اللي احنا عايزين نحطه، وهنحطه في الزيت، يعني مش علشان خاطر اقليه كله، لا انا بس عايزة يعني اديله كده تقليبه كله مع بعضه. دلوقتي احنا حاطين هنا، هي المفروض نحط بطاطس، بس احنا حطينا بطاطا، فمعلش انتوا عايزين تحطوا بطاطس حطوا، عايزين تحطوا بطاطا حطوا، زي ما قلنا الخضار ده اختياري.
فهنقلي كل الخضار بقى اللي احنا عايزينه هنا، ومش في زيت غزير، زيت عادي. وعندنا بقى هنا الطاجن اللي هنعمل فيه. بس قلي خفيف، مش قلي لغايه ما يستوي، بس عايزينه يعني عايزه اديله بس كده ريحه القلي يعني. طبعا اللحمه مسلوقه، محطوط لها ملح وفلفل، حبهان قرفه، ورق عود قرفه يعني، ورق لورا، وبس، وبصله طبعا. خلاص هناخد كده الخضار اللي عندنا اللي بيتقلي، وهنحطه كده هنا. وعلى قد ما هنعمل هنقلي يعني، دول ممكن يكونوا زيادة، خلينا نحطهم في الطبق هنا، ودول كذلك. دلوقتي نحط مع بعض الحاجات اللي بتخلص بسرعة، اللي هي الكوسة والبتنجان. برضو تقليبتين كده وهناخدهم على طول ونشيلهم. طبعا ممكن كل ده يتحط ني في ني يعني، مش هيقول لا. وممكن يتقلي قلي عميق برضو، مش هيقول لا. وممكن يتقلي قلي متوسط كده زي ما انا بعمله، فيعني انتوا الطريقة اللي تريحكوا استعملوها. هناخد بقى هنا عندنا البصل والثوم. خلينا بقى دلوقتي هنعمل الصوص بتاعه الوصفه بتاعتنا. عندنا صلصه وطماطم مبشوره، وعندنا دبس الرمان، ده اللي هيخليها طعمها مميز. ناخد بقى الخضار اللي عندنا، وبرضو نحطه كده هنا، وبرضو نحط قد ما احنا عايزين، والباقي هنشيل. طبعا ما ننساش ان الخضار ده هيخس لسه. هناخد بقى دلوقتي نعمل الصوص بتاعتنا. هناخد الثوم اللي عندنا ونحطه كده هنا، هو والبصل، نقلبهم مع بعض. تقلبتين كده. ناخد بقى الصلصة، وعندنا كمان الطماطم المبشورة،
ملح، فلفل، رشة بهارات، وهناخد الكلام ده كله نحط له شوية مية هنحط المية بقى دي، انا بس بحط مية كده عشان افكفكها عشان نقدر نحطها هنا. هناخد بقى دلوقتي خلاص هنطفي النار، هنحط شوية دبس الرمان، ناخد بقى الطاجن بتاعنا ونبتدي نوزع اللحمة عليه. هناخد بقى الشوربة بتاعتنا، هنحط الأول ده هنا كده، ونحط عليه الشوربة، وهندخله الفرن تقريبا نص ساعة بس لغاية ما الخضار يستوي. الخضار مش هياخد وقت لانه اولا واخد تقليبة على النار، وثانيا لان اللحمة هي اللي بتاخد وقت واحنا اوريدي سلقينها. فكل ده بقى هنحطه دلوقتي في الفرن على درجة حرارة عالية يعني 220 تقريبا، واول ما لقيه كده احمر وابتدى يبقبق والموضوع بقى يعني دخل في الاستوى خلاص، لو متحمر من فوق اوكي، لو مش متحمر بنولع عليه بس الشوايه من فوق كده لغايه ما بس كده اترف اللحمه والوش يتحمر شويه عندنا. هنطلع بقى دلوقتي لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. النهارده هنشتغل بالشقلوب، هنبتدي باخر الوصفه وبعدين نرجع لها لان عندنا فحم مولع، فالفحم المولع عايزين نستعمله قبل ما يطفي. فهناخد دلوقتي الفحمه اللي عندنا نحطها كده هنا بهذا الشكل، ونجيب الفويل ونحطه هنا كده، نجهزه. اكيد طبعا انا بحب اعمل كده، وبعدين نكشف كده الحتة الصغيرة اللي فيها الفحمة، وبناخد نقطة زيت كده بيبقى اسهل علشان اول ما نحط نقطة الزيت نقفل على طول، ونحط نقطة زيت كده هنا ونقفل عليها. خلاص هنسيب بقى دي تشرب نكهة الفحم ونبتدي نعمل وصفتنا اللي هي دي اللي هي الطبق النهائي بتاعها ده. طيب الوصفة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا، هي اولا مفيدة، ثانيا بتخلينا نستهلك كمية لحمة اقل، وفي نفس الوقت بنطلع كفتة طعمها زي الكفتة اللي من غير برغل ولا اي حاجة. فاحنا ممكن من ربع كيلو مثلا لحمة بنقدر نعمل كمية كبيرة بتكون مثلا يعني ممكن توصل تقريبا الضعف لاننا حاطين لها برغل. علشان نعمل الوصفة بتاعتنا عايزين احنا هنتكلم على كمية يعني مثلا لو قلنا نص كيلو او كيلو لحمة مفرومة ناعم هنحط لها كوباية برغل منقوع، لازم يكون منقوع ومعصور، وهنحط لها بصلة مبشورة، ملح وفلفل، معلقة صغيرة بهارات، نص كوباية بقدونس مفروم، وقطعة فحم. طبعا اي حاجة حابين تحطوها مع
كتوابل يعني، حابين تحطوا بابريكا، حابين تحطوا يعني، مش عايزين تحطوا بقدونس، عايزين تحطوا اي حاجه تانية يعني براحتكم. بس البرغل زي ما قلنا بيديها قيمه غذائيه، وفي نفس الوقت بيخلي الكميه، بيزود الكميه. بس ده الجلافزات دي رقيقه جدا فبتدخلش بسرعه، لسه بالايد التانيه. خلينا نبص على الفرن. زي ما قلنا هو مش هياخد وقت ابدا، هو ابتدى اصلا وشه يحمر، مش هياخد وقت لان احنا عندنا كل حاجه مستويه غير بس الخضار، والخضار ما بياخدش وقت. يعني اهم حاجه عندي هي اللحمه، واللحمه مستويه. هناخد بقى دلوقتي اللحمه اللي عندنا هنا اهي، ناخد كده كميه منها، وناخد كميه من البرغل المعصور كويس جدا، ما ينفعش يبقى فيه ميه، شايفين؟ ناخد نص الكميه اهي، وناخد البصل المبشور، وهنقلب ده كله مع بعضه. هنحط شويه ملح وشويه فلفل وشويه كده، تمام خلاص. طيب هناخد دلوقتي البقدونس اللي عندنا، نحط برضو شويه بقدونس. عايزين تحطوا بقى بهارات اللي انتوا عايزينه حطوه. البرغل طعمه ما بيبانش خالص زي ما قلنا، بس هيزود لي الفايده والقيمه الغذائيه بتاعت الاكله بتاعتنا، وزي ما قلنا في نفس الوقت هيزود لي الكميه. عايزين تحطوا بقى شويه دبس الرمان اللي انتوا عايزينه حطوه. هناخد بقى الكفته بتاعتنا كده ونحطها في سياخ بهذا الشكل. لو حسيتوا انها بتفكفك منكم حطوها في التلاجة شوية لغاية ما تتماسك. كمان بتقدروا تعملوا حاجة تانية انكم هنشيلها بقى دلوقتي، معلش دي لانها بقالها شوية كانت في التلاجة فلونها اتغير، هي دي نية يعني بس لونها اتغير لانها في التلاجة، دي لسه مش في التلاجة. نحطها بقى كده هنا، ونجيب السكينة ونعمل لها كده بهذا الشكل اهي. الصينية بتاعتنا بتقدروا لو تحبوا كمان تدهنوها بشوية زيت زيتون، وتقدروا تدهنوا بقى الوش كمان بشوية زيت زيتون، وتحطوها في الفرن على درجة حرارة عالية، يعني تقريبا يعني أقل من أعلى درجة بحاجة بسيطة، لغاية ما تتحمر كده من تحت شوية. لو كانت من فوق لسه ما اتحمرتش بنفتح عليها الشواية. هنشيل بقى دلوقتي كمان، شوفوا بقى ده بيكون شكلها بعد ما بتخلص. ريحة الفحم طلعت بعد ما اندمجت مع اللحمة فعملت لنا بقى ايه، ريحة المشاوي. تطلع طعمها لطيف جدا. خلينا نحطها هنا. خلينا نجيب دلوقتي الشارلوت بتاعتنا. ندور على اللي بيفتح. بسم الله. نجيب بقى اللي في الفرن كمان. اتحمرت وبقت جميلة.
وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده. عملنا لكم فيها طاجن اللحمه بالخضار، وعملنا حطينا فيه خضار، انتوا حطوا الخضار اللي يعجبكم، احنا حطينا كوسه وبطاطس اللي هي بطاطس يعني بطاطا، حطينا بطاطا بدل البطاطس، وحطينا جزر وبتنجان وبصل وتوم، وحطينا شويه دبس رمان مع صلصه الطماطم بيدي طعم حلو. عملنا كمان معاكم كفته البرغل بطريقه بسيطه وسهله جدا، وزي ما قلنا قيمتها الغذائيه بتبقى اعلى وكمان بتزود الكميه. عملنا كمان معاكم شارلوت الشوكولاته والكروكان والفاكهه. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.